الاتفاقيه الرفاق اعضاء اللجنه المركزيه وتحيه رفاقيه لاعضاء المجلس الجهوي. في اطار الديناميه التي يعرفها حزبنا تنفيذا لمقررات مؤتمره الوطني الاخير وتنزيلا لمقتضيات القانون الاساسي القاضي باستكمال الهياكل الحزبيه التنظيميه خاصه الشق المتعلق بالباب السابع من القانون المذكور والمتعلق بالفروع الجهويه وما نتج عنه من مسطره تنظيميه متعلقه بسير اشغال المؤتمرات الجهويه لسنه 2019 يسهر على تنفيذها المكتب السياسي واليه اللجنه الوطنيه لتتبع تنظيم الانتخابات وارتباطا بالمذكرات التنظيميه الصادره من الامانه العامه للحزب وكذا اللجنه الوطنيه للتتبع التنظيمي والاداري وتفاعلا مع ذلك ومن اجل انجاح هذه المحطه المهمه محطه المؤتمر الجهوي لجهه مراكز التسويق فان الكتابه الاقليميه لحزب التقدم والاشتراكيه باقليم الصويره تتقدم بعرض يستعرض واقع الاقليم خلال الفتره الممتده من 2015 الى اكتوبر 2019 في اهم المجالات واكثرها حيويه وتاثيرا منطلقا من الوضعيه السياسيه والتنظيميه فالاقتصاديه والاجتماعيه فالمجال الثقافي والرياضي ثم البيئي قبل ان نختتمها بخلاصات اساس ومداخل نقترحها. وحتى لا يفوتنا ذلك لا بد من التذكير سريعا ببعض المعطيات العامه المتعلقه باقليم الصويره المنتمي لجهه مراكش اسفي والتي ينقسم اداريا الى 5 جماعات حضريه و52 جماعه قرويه على امتداد مساحه تقدر 6335 كيلومتر مربع وتبلغ ساكنته 452,979 نسمة وهو ما يجعله يزخر بإمكانيات بشرية كما الطبيعية مما يمكننا الجزم بغنى موارده. إنما تحقق خلال الانتخابات الأخيرة من طرف الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية في إقليم الصويرة بحصولها على 95 مستشار جماعي وترأسها لسبع جماعات وظفرها بمقعد بالمجلس الإقليمي ومثيله بالجهة وآخر بقبة البرلمان لنعتبره إنجازا يدعو إلى الاعتزاز وفي نفس الوقت محفزا أكبر للحفاظ عليه وتعزيزه. غير أن هذه النتائج لا تعكس بالمرة الواقع التنظيمي للحزب حيث لا يتوفر الإقليم حاليا إلا على 4 مكاتب محلية بكل من الصاويرة وتمنار وأسيس وتمسكيدة وفتاز وهو الأمر الذي تنبهنا له ككتابة إقليمية ووضعنا له مخططا للاشتغال في المرحلة المقبلة والقاضي بالعمل على تأسيس فروع أخرى خاصة في المناطق التي تعرف نقصا في تواجد الحزب انتخابيا وهو الأمر نفسه الذي دفعنا إلى تكليف رفاق داخل الكتابة الإقليمية بمهام تتبع هذه المناطق ومواكبتها وهو الأمر الذي سيمكننا الفترة المقبلة من التواجد الفعال بها. كما أن الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بالصويرة أولت اهتمامها البالغ بالمنظمات الموازية منظمة الطلائع أطفال المغرب والشبيبة الاشتراكية ومنتدى المناصفة والمساواة. فعلى مستوى الشبيبة تمكنا من العمل على انخراط 290 شابة وشاب خلال المحطة الأخيرة استعدادا للمؤتمر الوطني وتأسيس 4 فروع بكل من الصويرة والحنشاب وسيدي أحمد دومبارك وسميمو ونأمل مستقبلا. الله يخليكم إلى ممكن شوية ديال الهدوء باش نسمعوا الرفيق مزيان. فعلى مستوى الشبيبة تمكنا من العمل على انخراط 290 شابة وشاب خلال المحطة الأخيرة استعدادا للمؤتمر الوطني وتأسيس 4 فروع بكل من الصويرة والحنشان وسيدي أحمد دومبارك وسميمو ونأمل مستقبلا أن نؤسس فروعا أخرى انطلاقا من مبدأ إعادة الثقة في العمل السياسي في صفوف الشباب. وبالنسبة لمنظمة الطلائع أطفال المغرب فقد وضعت المنظمة هدف استفادة أطفال المناطق النائية بكل من جماعات أقرد وإنجراد وتيتزي والأطفال في وضعية صعبة والأطفال المتخلى عنهم من المخيمات غاية عملت على تحقيقها على مدى 3 سنوات الأخيرة
وهو ما خلف صدى طيبا لدى ساكنة هذه المناطق ومنتخبيها وكذا لدى مجتمعها المدني. أما فيما يخص منتدى المناصفة والمساواة، فعمدت التنسيقية الإقليمية على الاشتغال على مواضيع مرتبطة بواقع النساء داخل الإقليم، خاصة زواج القاصرات الذي بلغ أرقاما مخيفة، والعنف ضد النساء، وهي الملفات التي لم تبلغ ما كانت التنسيقية تسعى إليه، نظرا لطغيان المد المحافظ داخل الإقليم من جهة، وعدم توفر الحزب إقليميا على قطاع للمحاماة مهيكل، وتخلف عدد من الأطر القانونية في الخوض في هكذا نقاش عن طريق منتديات فكرية، ليبقى هذا المطمح الرامي لتكسير هذا الطابو مؤجلا. إنما يعانيه الحزب إقليميا من حيث التنظيم ما هو إلا انعكاس لما تعانيه الساحة السياسية من محاولة تقسيم دور الأحزاب وعدم مشاركتها في اتخاذ القرارات الهامة واقتصار دورها على تكتيت المشهد ومحاولة الضرب في مصداقيتها والدعاية بكل ما يخدش صورتها لدى الشارع العام من قبل المواقع الإلكترونية والتي أصبحت تعطى لها المكان الاعتباري على حساب الأحزاب السياسية، وهو ما أفضى إلى خلق مجتمع مدني متحكم به تدبر به تصفية الحسابات الضيقة، بالإضافة لحالة النفور والعزوف الصارخ للمواطنين من الفعل السياسي المؤسساتي، والتي مرضه ما أصبح يلامس من اغتناء غير مشروع لعدد من المنتخبين وغياب الاستقلالية الذاتية لبعض الأحزاب السياسية في اتخاذ مواقف داخل المجالس المنتخبة أو خارجها، تصرف فيه مواقفها الواضحة والصريحة بعيدا عن لغة الخشب، مما يلاحظ من اختلالات في تدبير الشأن المحلي والإقليمي، إضافة لغياب الانضباط الحزبي والذي ظهر جليا في التصويت غير المباشر على أعضاء المجلس الإقليمي، وجعل عدد من الأحزاب للأسف تضع حمولتها التاريخية ومصداقيتها ومنها مصداقية العمل السياسي ككل تحت تصرف شخص ذاتي يعتبره البعض مهندسا للانتخابات في مرحلتين انتخابيتين متتاليتين، بالإضافة لمظاهر الريع المتعددة والتي يساهم فيها المتحزبون أنفسهم والمتمثلة في الاستفادة من التجزئات السكنية والمقالع والصفقات والمشاريع وبرامج التنمية البشرية، ناهيك عن خلق منابر إعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي. رجاء شوية يصبر الله يخليكم. هاك أكثر شوية لما بعدها راه مناسبة باش. ناهيك عن خلق منابر إعلامية على صفحات التواصل الاجتماعي لتنميق صورة حزب سياسي معين أو شخصية معينة والضرب في أخرى، وهو ما نعتبره داخل الكتابة الإقليمية الحزب تقدم الاشتراكية صناعة إعلامية جديدة هدفها إثارة قضايا تستنزف التفكير والطاقة وإلهاء للساكنة عن مناقشة القضايا المصيرية التي تهم حاضرها ومستقبلها بأخرى فرعية هامشية. هذه بعض من الأسباب التي جعلت المواطن الصويري يعبر عن عزوفه المقلق عن الميدان السياسي كردة فعل على كل هذه التمظهرات الشادة والدخيلة عن الفعل السياسي النبيل. كما لا بد أن نقر ككتابة إقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بتقصيرنا في الترافع عن مجموعة من القضايا كفاعلين سياسيين، ومنها تلك المتعلقة بالشباب والمرأة والعمال، وهو ما يحتم علينا كحزب العمل على محاولة تجاوزه انطلاقا من نقد ذاتي موضوعي. هذا بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات الحزبية لخطاب الدين ومحاولتها أسلمة جميع مناحي المجتمع وتأثير ذلك على إنتاج خطاب قد يذهب إلى أشكال متطرفة، وهو ما يتوجب علينا أخذه على محمل الجد والعمل على تناوله في مختلف النقاشات السياسية في محاولة لتبيان المنهج الذي نتبناه وتبناه سلفنا من قبل والقاضي بفصل المنزه عن المدنس، أي فصل الدين عن السياسة. أما على المستوى الاجتماعي وأمام تزايد نسبة البطالة التي قاربت نسبة 10% في المجال الحضري و3% على المستوى الإقليم ككل،
في صفوف الفئه النشطه خاصه النساء والشباب. هذا الاخير الذي يعتبر اليوم اساس البنيه العمريه للاقليم، اذ تشكل هذه الفئه 56% من مجموع السكان، والتي تعد اي البطاله من اهم الاسباب التي ادت الى عديد من المظاهر الشاذه اجتماعيا، كارتفاع معدل الجريمه والتطرف الديني، والذي لم يكن لهما اثر بالاقليم الى حدود الامس القريب، وذلك نتيجة إقفال العديد من المصانع وتسريح للعديد من الأندية العاملة والهجرة القروية، ناهيك عن العديد من النواقص المرصودة في المجالات الحيوية كمجال ولوج العلاجات الصحية نتيجة الخصائص الكبيرة المسجل في الموارد البشرية، ومجال التربية لافتقار الإقليم لجامعة بإمكانها استيعاب أفواج من حملة شهادة البكالوريا الذين يتوقفون عن متابعة دراستهم بعد السلك التأهيلي الثانوي لأسباب تعود إلى عدم قدرة الأسرة تحمل نفقات التدريس، أو بسبب النزعة التقليدانية التي لا زالت تتحكم في بنية المجتمع الصويري والقاضية بعدم ابتعاد الطالبة الفتاة على مقر سكن الأسرة، بالإضافة لمجال النقل الذي أصبح لا يواكب حركة التمدين التي يعرفها الإقليم، خاصة على مستوى الحافلات وضعف البنيات التحتية. فرغم الانخراط الإيجابي للإدارة بالإقليم في البرنامج العام الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب وكهربته وبناء الطرق، إلا أن ذلك لم يشفع لها الحد من الهجرة القروية داخل الإقليم وخارجه، كما أن هذا الانخراط لم يقوى على الحد من التفاوتات السوسيومجالية على مستوى النوع وتقليص نسب الفقر والهشاشة التي تزداد بازدياد النمو الديموغرافي، وذلك كله مرده في تصورنا إلى غياب الحكامة الجيدة في التصور والتخطيط. ولعل أبرز دليل على ذلك فاجعة سيدي بوعلام التي أودت بحياة 15 مرأة وحادث وفاة 16 بحار في شواطئ طنطان ينحدر أغلبهم من منطقة إحاحان بإقليم الصويرة. إن هذا كله إشارات عرت ولو بشكل نسبي على الواقع الاجتماعي بالإقليم، وطبعت بل كرست خصورا بينا في استهداف الطبقات الهشة، وأبرزت تفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية داخلها. إن الفقر لا زال يتفاقم في الإقليم ويهدد فئات مختلفة، خاصة فئة القادرين عن العمل بمختلف أصنافهم، ولا زالت المعضلة الجوهرية هي البطالة، بما في ذلك بطالة خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، وذلك راجع لعدة أسباب، منها اعتماد الاقتصاد الإقليمي على قطاع السياحة الهش، وضعف إن لم نقل انعدام دعم الفلاحين الصغار، واعتماد الفلاحة على التساقطات الموسمية، وانعدام الأفق فيما يخص تطوير قطاع الصيد، وإغلاق عدد من المصانع والمعامل، مما أدى إلى تشريد عدد من عائلة العمال. كما أن انعدام الاستثمارات الإيجابية والعجز على تحويل الإقليم بالنظر إلى ما يزخر به من ثروات بشرية وطبيعية إلى عامل جذب اقتصادي مهم على كافة الواجهات، كرس تدني الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، مما خلق تدني صارخ في قيمة التنمية المنشودة، بالإضافة إلى توغل اقتصاد الريع بشكل مريب هم مختلف جوانب الاقتصاد كالنقل ومقالع الرمال ومنح الرخص وظهور لوبي عقاري متوحش. ولعل ما يعرفه قطاع السكن داخل الإقليم من مشاريع ظلت معطلة لأزيد من 10 سنوات، كمشروع نسمة بالصاويرة ومشروع التجزئة السكنية بكله تمنار وأناغة والحنشان، بالإضافة للمداد الكثير الذي أسالته بقع أرجانا، لدليل على بروز اقتصاد ريعي فاسد بالإقليم، يظل هو الآخر مسببا من مسببات الطبقية الاجتماعية ومكرسا مزيدا من الهشاشة الاجتماعية وتراجع الاندماج الاجتماعي وارتفاع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية المختلفة الأنماط. كل الإشارات التي تم التطرق لها من سبيل الهجرة القروية وأزمة الشغل وارتفاع نسبة البطالة وهيمنة اقتصاد الريع على الاقتصاد المنتج الإيجابي، جعلت الأنشطة الغير المهيكلة تبرز بشكل كبير، مما أدى لبروز قطاع اقتصادي غير منظم متشعب ومعقد في بنيته ومظهره. إن واقع الرياضة بالإقليم لواقع مرير على كافة المستويات، فبالنظر لهزالة المنح الممنوحة للفرق الرياضية، إن لم نقل انعدامها وافتقار غالبيتها على وسيلة نقل خاصة وفضاءات صالحة للممارسة،
وتغييب الإقليم في المخططات الجامعة الرياضية وسياسة الوزارة والمجالس المنتخبة تبقي حالة التهميش التي يعاني منها القطاع على ما هي عليه. وبالرغم من النتائج المحققة في مجموعة من الرياضات والتي تكلف الأبطال بمصاريفها تنقلا وسكنا ومأكلا على مستويات جهوية ووطنية ودولية كالمسايفة وألعاب القوى والصروبان، تظل الجهات المسؤولة تغض الطرف على دعم هذا القطاع لتبقى العشوائية والتخبط أهم مؤشرين بارزين في هذا المجال. كما أن دور الشباب والرياضة وملاعب القرب ومراكز التأهيل المهني والرياضة المدرسية تغيبت عن لعب الدور المنوط بها في صقل مواهب وقدرات الأطفال والشباب وإبعادهم عن كل أشكال الجريمة والانحراف والإسهام في تأطيرهم تربويا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا، وهو ما من شأنه أن يقوي لديهم الإحساس بالمواطنة والانتماء للوطن، زيادة عن تأخر الانطلاقة الفعلية لمدرسة التفتح الفني والأدبي على غرار باقي أقاليم المملكة. أما واقع الثقافة فمن أبرز سماته افتقار الإقليم لدار سينما ومسرح وخزانة بمواصفات حديثة ودار موسيقى عصرية، هذا بالرغم من توفره أي الإقليم على فرق في جميع هذه المكونات حصدت جوائز جهوية ووطنية مهمة بإمكانيات ذاتية محضة بدون أي التفات من المسؤولين سواء المباشرين أو المنتخبين. كما أن عدم الاهتمام بالثقافة والموروث الأمازيغيين باعتبارهما مكونين أساسيين داخل بنية الإقليم الثقافية وتجاهل الاهتمام بالآثار التاريخية المتناثرة على امتداد الإقليم يبرز عدم اهتمام المشرفين على القطاع على تثمين الموروث المحلي ووضع تصور لتنمية السياحة على مستوى الإقليم وقصر التخطيط في بعديه الحاضر والمستقبلي، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالجالية المنتمية للإقليم المقيمة بالخارج وفسح أبواب الاستثمار الثقافي والاقتصادي أمامها. إن إقليم الصويرة يتوفر على مخزون بيئي مهم يتمثل أساساً في شجر الزيتون والأرغان والخروب والعرعار، وهو ما يفسر تنامي ظهور التعاونيات الخاصة بهذه المنتجات، لكن هذه التعاونيات تفتقر لدور الجهة الوصية في المراقبة والتتبع والمواكبة، مما يؤدي بأغلبيتها إلى الإفلاس أو إلى عدم احترام كناش التحملات أو إلى الأضرار بهذه المنتجات الطبيعية وبالتالي الإخلال بالبيئة. كما تسجل الكتابة الإقليمية للحزب التقدمي والاشتراكية بإقليم الصويرة تقلص الأراضي الصالحة للزراعة والمساحات المسقية في خضم ارتباط إنتاجيتها بالتقلبات المناخية، وكذا مشاكل التدهور التي تعاني من ضعف حجم الاستغلاليات والتجزيء السلبي والمفرط للمكيال، إضافة لمشكل الأراضي السلالية. هذا بالإضافة لمعاناة الثروة الغابوية، حيث أن الغابة ما زالت تعاني من ضغط على مواردها، مما قد يؤدي إلى عدم توازن تام للنظام البيئي الغابوي، وغياب جرأة الإدارة في التعامل مع ظاهرة الرحل التي تستنزف هذه الثروة الغابوية دون تفعيل للمصادر المتبعة في ذلك. كما نلفت الانتباه إلى أهمية الساحل، طريق أكادير وطريق أسفي، في الحفاظ على التوازنات البيئية والدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه في النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. كما ننبه أيضا إلى مخاطر التلوث بكل أنواعه، وكذا بعض الكوارث الطبيعية الناجعة ليس فقط عن الظواهر الطبيعية وإنما أيضا عن الإهمال أو سوء التقدير. كما أن انعدام جدية مراقبة قوارب الصيد البحري والإنتاج البحري أدى إلى الوصول إلى حالة من الإفلاس السمكي بميناء الصويرة، ليصبح السمك عملة نادرة يتحكم فيه مبدأي العرض والطلب، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أثمنته مما لا تقوى عليه القدرة الشرائية لعموم ساكنة الإقليم. الآن مع الخلاصات الأساسية، إن تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية حسب تحليل الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكي بالصويرة ما هو إلا مرآة عاكسة لواقع سياسي هجين أصبحت فيه الممارسة السياسية مقترنة بالفساد وطريقا مرنا أمام الوصوليين والانتهازيين للارتقاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مما كرس ويكرس ثقافة العزوف عن السياسة والانتخابات،
وما صلاحهما إلا بصلاحه عن طريق الاضطلاع بمهام السياسية والمجتمعية للأحزاب في تأطير المواطنين وجعلهم يثقون في العمل السياسي فكرا وممارسة داخل المؤسسات، بل ويقبلون عليه، وذلك عن طريق تجويد هذه الممارسة باستقطاب الكفاءات والأطر وجعل العمل السياسي من داخل الفروع المحلية عامل جد، وهو منطلق لأي مشروع تنموي يبغي النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعموم الساكنة، وينشد تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية عبر مدخل العدالة المجالية. كما أن الضمان الأساس لنجاح أي مشروع تنموي يتجلى في إقرار النزاهة والشفافية عبر إتاحة المعلومة ووضعها تحت تصرف الجمهور، ومحاربة الرشوة، ومحاربة كل أشكال استغلال النفوذ ونهب المال العام، وهذا سيساعد على جذب استثمارات، كما أن الانخراط الفعلي والصريح في سياسة مكافحة الفساد بكل تعبيراته من شأنه أن يطهر الحياة السياسية من الفاسدين والوصوليين والانتهازيين ومن يقفون وراءهم، ممن يجرون خلف المصالح الذاتية بدل مصلحة المواطن والإقليم، وذلك لا يمكن في نظرنا كسب رهاني إلا بتطبيق سليم وعادل ومنصف لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون تمييز. إن حالة اليأس والإحباط وانسداد الأفق التي تعيشها فئات من المجتمع الصويري خاصة الشباب تفرض علينا جميعا الاهتمام بقضايا الطفولة والشباب وجعلها في صلب المخططات التنموية من خلال الرهان على الأدوار التي يمكن أن تلعبها دور الشباب والرياضة وملاعب القرب والمنتديات ومراكز التأهيل المهني والرياضة المدرسية في صقل مواهب وقدرات الأطفال والشباب وإبعادهم عن كل أشكال الجريمة والانحراف والإسهام في تأطيرهم وتنشئتهم بشكل سليم، كما أن إيلاء الموارد الطبيعية الاهتمام الواجب وتثمينها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بصيانتها وحمايتها خدمة للأجيال الحالية وضمانا وصونا لحاجيات الأجيال القادمة، وهو نفس الاهتمام الذي لا بد أن يحظى به التراث بشقيه المادي واللامادي الذي يشكل حفظا للذاكرة الجماعية وصونا للهوية الإقليمية، وهذا يتطلب وضع القضية التراثية كآلية ينبغي استثمارها لخلق الثروة وفرص الشغل وكسب رهانة التنمية على مستوى الإقليم. إن بلوغ إقلاع تنموي حقيقي وجدي بالإقليم تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، والذي من الضروري استحضاره كنسق في الرؤى والتصورات التي ستتحكم في مشروعه، ليصبح بذلك قادرا على تجاوز مختلف المعضلات التي يعاني منها الإقليم على جميع المستويات، وذلك بالتركيز، وهذا تحليل الكتابة الإقليمية لحزب الثورة، على ثلاث مرتكزات. أولها المرتكز السياسي، وذلك بإعادة الاعتبار للعمل السياسي المؤسساتي والاحترام التام لحقوق الإنسان. وثانيها المرتكز الاجتماعي والاقتصادي، مع استحضار الموروث الثقافي الهوياتي التي يتميز به الإقليم والبيئي والاعتماد على اقتصاد النافع بدل اقتصاد الريع. وثالثها مرتكز الحكامة، وذلك بوضع تصور يعتمد نظرة جديدة في التخطيط والتنفيذ والمراقبة. وحتى لا نقف في مقاربتنا هذه على ويل للمصلين، فإننا نسجل على غير العادة كحزب سياسي الحماس المسجل من طرف الإدارة في إقلاع تنموي جدي بإقليم الصاويرة عن طريق تحريك عدد من المشاريع التنموية التي ظلت جامدة، ورغبة أكيدة في مواجهة المنتعشين من تفشي الفساد الراغبين في إبقاء الحال على ما هو عليه. كما نسجل بأسف شديد تقاعس الكتابات الإقليمية للأحزاب المنتمية للصف الديمقراطي في الإفصاح عن موقفها جهارا بدل الارتكان للصمت في ظرفية تحتم علينا جميعا اليوم الانخراط الجماعي لكسب ما ينتظره منا المواطنات ومواطني هذا الإقليم من تعبئة لكبح جماح العابثين والفاسدين والانتهازيين، على أمل أن نكسب رهانة المرحلة القادمة باستحضار الصالح العام، إذ لم يعد مقبولا البتة
البقاء في دور المتفرج شهودا على إنتاج نفس الممارسات غير المواطنة التي كبلت الإقليم لسنوات وحرمته من فرص النهوض والارتقاء. وإذ سنظل في حزبنا حزب التقدم والاشتراكية متشبتين بمبادئنا، ملتصقين بهموم المواطنات والمواطنين، باذلين جهودنا من أجل تغيير أوضاعهم في إطار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية، عاش حزب التقدم والاشتراكية.